السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف من قناه محمود وكوفو. حلقه النهارده معانا فيها كلب اسمه لوكي جولدن، ما شاء الله عنده 3 شهور. هنحاول نعلمه كذا امر. هو فاهم امر المنع بنسبه، فاهم امر اقعد بنسبه، فاهم بعض الاوامر بنسب، لان هو عايش في بيت. فخلونا نقول نصيحه سريعه كده لاي حد ناوي يقتني كلب الفتره الجايه. الكلب هو فرد من الاسره، هو كائن اجتماعي درجه اولى زينا كبشر. اكتر حاجه تتعب الكائن الاجتماعي او تعذب الكائن الاجتماعي هي الوحده او العزله. فاي حد ناوي يجيب كلب يقعده في سطح، يقعده في بلكونه، يقعده في جراج، يقعده في شقه لوحده، وفاكر ان هو لو وفر الاكل للكلب والنزول فهو كده خلاص قدام ربنا ما قصرش مع الكلب، لا، انت مقصر، هتتحاسب، لان انت ظلمت كائن ليه سلوكيات معينه حرمته منها. مش عايز اطول في الجزئيه دي، ندخل بقى في الجزئيه بتاعتنا. وفي نفس الوقت التربيه في البيت، الناس اللي هتدخل للشق الديني ويقولوا نجاسه او حرام او ده مش دورك انت اللي تقول كده، ولا دور انا اللي اقول كده، ده دور ناس تفتيلك ازهر ائمه ان اختلفوا تستفتي قلبك. فادخل اقرا، راجع من الاول وجديد، واقرا بتمعن، واقرا كل الاراء، واستفتي قلبك واختار راي. وده من وجهه نظر انا، يعني ان الكلب هو اكتر كائن مسخر للانسان. يعني كائنات كتير سبحان الله ربنا سخرها لنا، ولكن اللي سخر لنا بنسبة 100% من وجهة نظري كمحمود عاطف هو الكلب. شكرا. طيب حاليا اللي انا بعمله دلوقتي مع لوكي ان انا اديته مكافآت من غير سبب، لو قلت له اقعد، ولا قلت له تعالى، ولا قلت له امر منع، ولا قلت اي حاجه. كل الفكره ان انا عرفته معانا ايه؟ عرفته ان انا هكون كريم وانا بديله. نبدا بقى نضيف له شويه حاجات زي الندى والتوجه مكان الاشاره والاسم، الثلاث نقط دول عايزين نوضحهم للكلب، وبعدين نعمل حاجه ثانيه. لوكي راح حفلت في حاجه او كده. لا لا لا، بص، دي جزئيه مهمه اللي احنا هندخل فيها دي دلوقتي، ان هو لقى عظمه قرر ياكلها، فدي ممكن تسبب له مشاكل في معدته، فهنعملها تاني. لا 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 لا، بص، مجرد ما امسكها اول حاجه عملتها ان انا سيطرت على رقبته من هنا. ليه؟ لان انت لو جيت تدخل على كلب ماسك عظمه او ماسك حاجه هو حاببها قوي ويعتبر سارقها، ودخلت من قدام كده، فوارد تشجع عنده العدائيه تجاه التملك. فنصيحتي لا، انت تدخل تسيطر الاول على الكلب، تتاكد ان هو لو حاول يعض او يزوم مش هيعرف، تثبت وشه بوضع معين، ولقيت منه امان ابدا حط ايدك وخرج العظمه. دلوقتي انا عشان بس ما اطولش عليه، عشان هو فاكر ان هو اكتشف حاجه، فانا لازم اعرفه ان اللي انت اكتشفته. لا لا، شاطر، خد على طول، خد دي، لا خد، لا شاطر. ومش هستناه يقعد، يعني مش لازم كل امر عند الكلب يبقى مرتبط ان هو يقعد، لان هو نفسه بصه مستني ثواني عشان يقعد، هو فاكر ان ده الصح، ده اللي صاحبه هيرضى بيه. طيب دلوقتي عايزين نعمل التوجه مكان الاشاره، نشيل بقى القطعه دي خلاص، ما بقاش محتاجينها. لوكي تعالى هنا، وي، وندي كل ما يطبع صباعي هدي، ما بديش بنفس الايد اللي فيها المكافاه. يعني المكافاه مثلا تبقى هنا اهي، والايد يتوجه هنا، وي، واخدها واديها للايد، عشان ما يبقاش اسمه بيعمل الفولو تريت او بيتبع المكافاه. انا ما بحبش المنهج ده. لا، وبسرعه هدي له كل اللي في الارض. لا لا، عشان يعرف ان انا مش هديك فرصه ان انت تسرق او تحتاج، انا هكرمك، هديك اللي انت عايزه اسهل مما كنت. لا شاطر، استنى. طيب دلوقتي عايزين نعمل حاجه ثانيه تاكيد الامر ما. لا لا شاطر، لا شاطر. لوكي تعال، لا لا تعال، برافو، وديه. لا اللي هناك، لا، عايز يعرف ان انا المصدر مش الطبق. يو بوي، لا مش هتروح الطبق ده، انساه. يو بوي، شاطر. لازم المكافاه تكون قطع شهيه الكلب هيموت عليها، ما تكافئش باي مكافاه وخلاص. احنا هنا معانا قطع فراخ مطبوخه للانسان بشكل سليم، شلنا من عليها البهارات، قطعناها حتت صغيره وشغالين بيها. لا بسرعه، بلحظه اتحرك وانا دي، تعال يب بوي. لا تعال، لا تعال هنا، شاطر. بص عايز يخلص ويروح لدي، هو فاكر ان ده اللي هيحصل عليه في الاخر.
لا لا، الكلب في حالة تعليم أمر المنع لازم تسمح له يسرق. لو اعتمدت إن كلبك ما يسرقش الأكل ففاضل اختبار هيعمله هو في يوم من الأيام إن هو يجرب يسرق، فلازم أنت تخليه يسرق من خلالك وتوقع اللي هو سرقه. مهم أوي إن هو يكتشف إن مش هيعرف يبلع حاجة غير لا لا لا. وهي نزلت تاني وأطول عليها المدة، يعني بدل ما كنت هديها له دلوقتي لا هبوخ شوية لأن هو سرقها. لا لا شاطر، الحصة الجاية للكلب ده في تعليم الأوامر هعلمه ستاي، هعلمه ينزل تحت، هعلمه يقعد، هتكلم معاه بقى في الأوامر اللي انتوا عارفينها. ولكن حاليا أنا محتاج الأول أهديه، أفهمه اللغة بتاعتي أنا كإنسان لما بتكلم معاه كان عايز إيه ومش عايز إيه، الأمر بتاعي ببقى حازم فيه ولا ببقى مرن، كل الحاجات دي لازم توصل له الأول عشان يفهم طريقة التواصل اللي بيني وبينه. شايفين بيتجاهل الطبق إزاي؟ ويرجع لنا. هي دي النتيجة اللي أنا عايزها؟ لا لا أي تحرك منه برفضه، أنا اللي هتوجه لك أو أنا أو أنا اللي ناديك تيجي. تنسوش تقولوا ما شاء الله ربنا يبارك لصاحبه فيه. لوكي اقعد ونعيد السيناريو اللي هو ضايع فيه تاني. ونختم الموضوع باختبار ثقة بسيط عشان نأكد له. عايز اختفي عن عينه بحيث ان هو لما يحاول ما يبقاش شايفني، بس هو مش هيدي فرصة. جود بوي، شاطر. لوكي لوكي كل ونفس الايد اللي كانت بتمنع تطبطب عليه اثناء ما هو بياكل. جود بوي. موجوده بس عشان تعرفه ان مش هتتضايق ابدا ما دام واخد الاذن مني، لا هتتمسك ولا هتتقدر ولا هيعمل. نصيحه ما تضربوش الكلاب، ما حدش يمد ايده على الكلب بتاعه، ما تفتكرش ان دي تربيه. في ناس فاكره ان التربيه هي بالضرب، في ناس بتاخد نصايح بكده، في مدربين بينصحوا بكده. وفي معلومه كده هقولها بسرعه في اخر الحلقه، ان في مدرب مشهور، انتوا عارفين انا ما بذكرش اسماء مدربين ولا بتكلم في القصص دي خالص لمنافسي للمنافسين بتوعي او للناس اللي في نفس المجال، ولكن في مدرب له اسم وله ثقل بينصح العميل اللي عنده او عميل عنده ان هو يقفل بق الكلب لما الكلب يجي يعضه عشان الكلب يبطل عض. معلومه ان انت تقفل بق الكلب دي اصلا الناس اللي بيعملوها اللي عايزين يعملوا حاجه مريضه اللي هي اسمها تشريس الكلاب، او انه يخلي الكلب لاسع، اي حد جاي يطبطب او يمد ايده على الكلب بحب الكلب هيغفله وهيفضل بيه لان هو متوقع ان الحد ده هينكش هيقفل بقه هيعمل. فنصيحه، مفيش حاجه اسمها تضرب كلبك او تعنفه عشان توصل لنتيجه. الحاجه الوحيده اللي فيها قوه جسديه من هنا كبشر تجاه الكلب والكلب بيستحملها من غير ما تكسر شخصيته هي السبميشن، هو الاخضاع. والاخضاع ده ليه لغه بسيطه جدا لو رجعتوا الحلقات هتشوفوها، ما فيهاش وجع للكلب، ما فيهاش الم،
وفي نفس الوقت بنعرفه ان احنا اقوى منه، فبنودي الرساله بشكل سليم. كان معاكم محمود عاطف، ما تنسوش لو انتوا على الفيسبوك تعملوا لايك وفولو لصفحتنا، لو انتوا على اليوتيوب سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا متابعتكم الحلقه للاخر.